بكم إلى هذه النشرة الاقتصادية، نقدمها من الميادين ونستهلها بالعناوين. التضخم في كندا عند أعلى مستوى له منذ 39 عاما، وواشنطن تقر بأن حدة التضخم كانت مفاجئة. خطط عراقية لتحفيز الاستثمار ومواجهة المنافسة الخارجية، ومعرض في بغداد للمعدات العسكرية والسيارات والمنتجات الغذائية والنسيجية. أهلا بكم. أزمة التضخم تتسع وتطال معظم الاقتصادات الكبرى. في كندا تسارع التضخم السنوي إلى 7.7% في أيار مايو، مرتفعا 0.9% عن الشهر الأسبق. هذه النسبة هي الأعلى منذ عام 83 وتفوق كثيرا توقعات المحللين. وأفادت هيئة الإحصاء الكندية بأن ارتفاع أسعار البنزين كان عاملا رئيسا في ارتفاع التضخم، وكذلك أسعار الغاز التي قفزت 12% في شهر واحد، بالإضافة إلى أسعار المواد الغذائية الأساسية. أما في الولايات المتحدة، فأقر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول بأن حدة التضخم فاجأت بشكل واضح السلطة النقدية، وحذر من احتمال حدوث مفاجآت أخرى. ومن المقرر أن يلقي باول خطابا أمام الكونغرس يؤكد فيه أن اقتصاد الولايات المتحدة قوي بدرجة كافية وأنه بوضع جيد لمواجهة تشديد السياسة النقدية. وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد رفع أسعار الفائدة 75 نقطة لمكافحة التضخم في سابقة منذ عام 94. رأى المتحدث باسم الحكومة البريطانية أنه سيكون من المتهور رفع أجور القطاع العام بما يتماشى مع التضخم، ويبلغ التضخم في بريطانيا حاليا 9.1%، وهو الأعلى منذ 40 عاما، ويتوقع أن يصل إلى 11% حتى نهاية العام الحالي. المتحدث باسم الحكومة قال إن الزيادات في الأجور ستؤدي إلى زيادة أسعار المستهلكين. فرضت لندن عقوبات جديدة على موسكو تشمل حظر تصدير واستخدام الجنيه الاسترليني في روسيا، ومنع تصدير منتجات وسلع للقطاع البحري وقطاع تكرير النفط في روسيا. كما تشمل العقوبات تصدير واستيراد السلع والتقنيات المتعلقة بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية. وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بشأن إجراء مؤقت جديد لسداد الدين العام المقوم بعملة أجنبية بالروبل الروسي. وجاء في المرسوم الرئاسي أن الالتزامات بموجب السندات الدولية يوروبونز تعتبر مستوفاة إذا تم الوفاء بها بالروبل بناء على سعر صرف في سوق العملات المحلية في تاريخ الدفع. وأصدر بوتين تعليمات لتحديد البنوك التي سيتم عن طريقها سداد هذه الالتزامات. دعا المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول الدول الأوروبية إلى الاستعداد لإمكانية أن تقطع روسيا إمدادات الغاز بشكل كامل عن أوروبا. بيرول قال إن موسكو تواصل إيجاد ذرائع لخفض تسليمات الغاز إلى أوروبا، وربما تتوقف عن ذلك وتقطعها بشكل كامل، ما يستدعي وجود خطة طوارئ أوروبية لسيناريو كهذا. بدوره صرح وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أن ألمانيا تواجه من الآن نقصا في مادة الغاز بعدما تراجعت إمدادات الغاز عبر خط السير الشمالي الأول. هذا الخط الذي ينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق لا يعمل بكامل طاقته بسبب مشاكل تقنية، لأن كندا رفضت إعادة توربينات إلى روسيا بعد صيانتها بذريعة العقوبات. إلى العراق، حيث انطلقت فعاليات معرض صنع في العراق لعرض المنتجات المصنعة محليا من القطاعين العام والخاص. محمد الفهد. صنع في العراق هو العنوان الذي نظمت باسمه فعاليات معرض بغداد الدولي للصناعات المحلية في دورته الخامسة. أكثر من 20 شركة عراقية من القطاعين العام والخاص عرضت منتجاتها أمام الزائرين للتعريف بآخر ما توصلت إليه اليد الوطنية في الإنتاج. فرصة للشركة نفسها بأن تعرض منتجاتها أمام الرأي العام، وكذلك للقطاع الخاص والقطاع الحكومي لإبراز إمكانياتها بأنها قادرة على سد حاجة السوق.
أجنحة المعرض توزعت ما بين صناعات عسكرية تابعة لهيئة التصنيع الحربي وصناعة السيارات والماكينات التابعة للشركة العامة، وبين منتجات غذائية ونسيجية ومستلزمات استهلاكية أخرى متنوعة، يأمل القائمون عليها أن تأخذ طريقها إلى السوق بدعم حكومي لحمايتها عبر منع الاستيراد. صناعة الأبراج مختلف أنواعها، مغلق والمفتوح، كذلك منظومات غسالات الهواء ودافعات الهواء تعتبر منتوجا رائدا في مجال صناعة التبريد. نعلن اليوم بأنه الشركة هي تحتضن كل الطلبات التي تأتيها من الوزارات، ليس فقط على مجال العسكري وإنما حتى على مجال وزارة النفط ووزارة الكهرباء. توقف الآلاف من المصانع عن العمل منذ سنوات كان له تأثير سلبي مباشر على القطاع الصناعي، رغم سعي المعنيين في القطاع إلى تحريك عجلة الإنتاج ولو بنحو تدريجي، إلا أن ذلك دونه عقبات، أولها الحاجة إلى إقرار قوانين لحماية المنتج والمستهلك ودعم مالي كبير. إقامة المعارض الخاصة بالصناعات المحلية وعلى الرغم من أهميتها ليست كافية بنظر المتخصصين في ظل اعتماد شبه كلي على الاستيراد، فما يعرض هنا بحاجة إلى جهود حكومية داعمة كي يحتل مساحات كبيرة في سوق الاستهلاك. محمد الفهد من معرض بغداد الدولي، الميادين. رحب صندوق النقد الدولي ببرنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي أعلنته الحكومة التونسية، مضيفا أنه جاهز لبدء مفاوضات بشأن برنامج قرض خلال أسابيع. وتسعى تونس التي تواجه أزمة مالية حادة للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار مقابل حزمة إصلاحات لا تحظى بقبول شعبي. وبين الإصلاحات التي أقرتها الحكومة أو اقترحتها الحكومة التونسية تجميد الأجور في الوظائف العامة وخفض دعم الغذاء والطاقة. رحب نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية باتفاقية مصر ولبنان لاستجرار الغاز إلى لبنان وإنهاء أزمة الكهرباء فيه. وفي تغريدة له على موقع تويتر تمنى برايس أن تكون هذه الاتفاقية مدخلا للتعاون الإقليمي، داعيا البنك الدولي إلى مراجعة تفاصيل هذه الاتفاقية. قتلت الشرطة في الإكوادور متظاهرا خلال احتجاجات شهدتها مدينة هناك بسبب ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية والدوائية، وذلك بعد دخول الاحتجاجات في البلاد يومها 10. ويتظاهر السكان الأصليون أيضا احتجاجا على عدم توافر فرص عمل لهم وعلى منح الحكومة امتيازات منجمية وعدم مراقبتها أسعار المواد الزراعية، وهم يطالبون كذلك بإعادة التفاوض على قروض زراعية حصلوا عليها من المصارف. إلى كوبا، حيث يعتبر السيجار الكوبي من أشهر أنواع السيجار والأغلى في العالم، في معامل بسيطة وعادات قديمة أصبح لهذا المنتج الكوبي نكهة لا مثيل لها في العالم. نافذة على هافانا لعروة محمود. لطالما ارتبط اسم كوبا بسيجارها الشهير، منتج وطني يصنع بطريقة يدوية 100%. بعد عملية الزراعة والقطاف ينتقل التبغ الكوبي إلى هذه المعامل البسيطة لتبدأ مرحلة الخبرة والموهبة. أخذ ورقة التبغ الجافة وأزيل العروق، أقوم بلف ورقتين من التبغ بشكل مزدوج، يتم ضغطها في قالب خاص لمدة 15 دقيقة، ثم تضغط 15 دقيقة من الجهة المقابلة. بعدها ننتقل إلى مرحلة وضع الورقة الأخيرة وهي الغطاء. أنا أقوم بوضع الغطاء بعد ضغط اللفافة من الجهتين، وأحضر الورقة الأخيرة التي سيغطى بها السيجار لتكون بأفضل حالة. أقوم بإلصاقها بواسطة لاصق طبيعي ليس له لون أو طعم. عادة قديمة ثابر عليها الكوبيون، ألا وهي توظيف رجل لتثقيف العاملين وتسليتهم.
بيان صادر عن لجنة العلاقات الدولية التابعة للجمعية الوطنية لسلطة الشعب في كوبا يستنكر قيام القوى الرجعية الخاضعة للسياسات الأمريكية بفرض قرار ضد كوبا في البرلمان الأوروبي. هذه الصالة تنجز المرحلة الأخيرة من فرز السيجار وتجميعه في صناديق بحسب أنواعه. بعد إخراجها من قالب الضغط يتم فرز السيجار الغامق والفاتح ويعطق، ثم يوضع الختم ليجمع كل 25 سيجارا بعدها في علبة تزدان بشريط. ومن هنا يسافر هذا المنتج الكوبي ويحمل اسم الجزيرة إلى جميع أنحاء العالم. عروة محمود، هافانا، الميادين. ختام النشرة، إلى اللقاء.